هذا المشكل اللي فيه احنا دابا ديال التغيرات المناخيه ولا هذا المشكل ديال الضغط الكبير على الموارد المائيه، الاصل ديالو في الحقيقه هو الا بغينا نرجعوا شويه في التاريخ هو الثوره الصناعيه، يعني فاش الانسان مشى في واحد المنحنيات استهلاكيه معينه، مشى في واحد المنحنيات ديال العيش معينه، رفاهيه الى اخره. فتنظن بان المشكل يعني الاصل ديالو هو هذا الابتكار وهو هذا التطور التكنولوجي، ولا يمكن ان يكون الحل ديالو الا من خلال هذا التطور التكنولوجي وهذا الابتكار. رفع الوعي يعني خاصة عند المواطن العادي وعند المستعمل ديال المياه مثلا في المجال الفلاحي ولا المجال الصناعي ولا السياحي الى اخره. وهنا كنلقاو راسنا ازاء واحد المقاومات، يقول لك راه كاين الماء موجود، راه طاحت الشتاء، راه كاين براج عامر، يعني كتلقى لانه الانسان كيفكر يعني من خلال المعطيات اللي عنده على المستوى ديالو المكاني المحدود، يعني ما تيفكرش هو المستوى ديال الاحواض المائيه ولا الحوض المائي ككل، ولا الناس اللي في السافله ما كيوصلهمش الماء، ولا الناس اللي في الجنوب، ولا كيفاش ممكن اننا نتعاملوا معاه. ومن خلال يعني رفع الوعي وكذلك من خلال يعني ليشونج والحديث والتواصل، بعض المعلومات التي تخفى عن المستعمل كما قلنا من الاول العادي للموارد المائيه ما كيلاحظش بانه راه كاين اشكال، لانه الماء موجود كيدوش مع راساتو، كيغسل، كيستعمل، كيغسل السياره ديالو، كيمشي للحمام، ما كاين حتى شي اشكال. يعني ملي كنجيو نهضروا معاه بواحد الطرق علميه وكنوصلوا ليه واحد الرسائل، يعني كيتنبه، تيقول لك سي فري راه هادشي ربما يعني راه الامر ليس بهذه البساطه. ومثلا هنا مثلا الا جينا نقولوا على واحد الكونسيبت ولا واحد المفهوم اللي هو مثلا الماء الافتراضي، اغلبيه الناس كتسول من الماء الافتراضي ربما ما تعرفوش شنو هو الماء الافتراضي، الله اعلم. ولكن كتقول لي بانه الاستهلاك ديالك للماء لا ينحصر فقط في هذيك الكميه ديال الماء اللي كتستعمل، بل الماء اللي كتستعمل هو اكثر بكثير، بل ربما هو اضعاف مضاعفه، وهذا الجزء اللي كتشوف انت كماء هو جزء يسير من الاستعمال ديالك الكلي. مثلا كوب ديال القهوه راه كيطلب باش يوصل عندك كقهوه ككوب ديال القهوه راه كيطلب تقريبا واحد 300 لتر ديال الماء، انت كتشوف غير واحد 30 سنتيلتر ديال الماء، ولكن طلب الانتاج ديالها من مناطق الانتاج حتى توصل لعندك طلبات واحد 300 لتر. إذا خدنا مثلا غير سروال ديال جينز الصناعه ديالو، الرقم ربما كيقدر يكون صادم شي شويه، يعني تقريبا واحد 11000 لتر، يعني 11 متر مكعب، وهذه كميات كثيره. يعني هنا يتم ارشاد المستهلك الاخير ولا المستهلك ديال الماء على انه التاثير على الماء ولا الضغط على الماء لا يكون فقط بهذاك الاستعمال ديالنا المباشر للماء، ولكن بكل طرق الاستهلاك اللي عندنا دابا حاليا. نمط الاستهلاك الحالي هو نمط يؤجج يعني الضغط على الموارد المائيه.